أسأل مسلمة اللي معايا في أول اتصال. أهلا يا مسلمة. اهلا بيك يا استاذ احمد، وتعزيه مش عارفه لمين ولا لمين، بس تعزيه لينا احنا الاول في رجولتنا ونخوتنا وعروبتنا وفي كل حاجه تعزيه طبعا. لكن بص يا استاذ احمد، هو اللي بيحصل ده عشان احنا ملناش وزن. حضرتك بتقول ان اسرائيل خايفه، او في متحدث يخصهم بيقول خايفين من رده فعل او فتح الجبهه المصريه، وبتقول على الجيش والنظام. لا، هم مش خايفين من الجيش ومن النظام، اقسم بالله الناس دي خايفه من ثوره شعوب، خايفه من اوامان الشعب المصري على اسرائيل. لكن ان كان على النظام والجيش بقوا مخصيين خلاص، وكل حد في الجيش دلوقتي سامعني انت مش راجل. لعل اللي اتقتل الفرد او احدهم اللي اتقتل دوت يكون كان عنده نخوه وراح ناشش عليهم زي ما احمد محمد صلاح عمل. وبعدين ما هو صح يا استاذ احمد، احدهم وفرد وعنصر، لان هو مش ابن اللواء فلان ولا ابن اللواء علان. انت عايز تقول لي ان ولاد الناس الهاي دول بيقفوا على الحدود؟ ولاد الناس الهاي في حضن ماما وكانهم بيقضوا فتره التجنيد لكن ما بينزلوش. فطبعا لازم يبقى احدهم ويبقى فرد ويبقى عنصر. الاول معلش بس انا عايزه، امبارح حصل لبس، انا بقول على شبشب على الـ الاسير الاسرائيلي مش على المقاومه، المقاومه دول على راسنا. ده امبارح تعليقي كان على الاسرى الاسرائيليين ان هم شباشب. بشكرك يا مسلمه، بشكرك، وهتحفظ على اي لفظ لو في اي لفظ اساء لاي حد يعني في البيت.